الو لا فامي، اول حاجه نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اليوم كنت واجد امام مركب مولاي عبد الله بمدينه الرباط، وكاينه واحد المباراه اللي في القمه ما بين الهلال السعودي وريال مدريد، مباراه النهائي ديال كاس العالم للانديه. انا سعيد وفخور انني كنت واجد في هذا النهار هذا، دونك انا حاول نعطيكم واحد المواكبه اخر الاحداث ما قبل ساعتين لبدايه المباراه، ومن بعد غادي ندخلوا ونعيشوا الاجواء. بالنسبه لحاليا ما عنديش التيكي، غادي نشوفوا شي طريقه نحصلوا بها على التيكي. المره اللي فاتت ماتش الوداد حصلنا على التيكي ب 40 درهم و 10 ريال، ماتش الريال ضد الاهلي حصلنا عليه ب 80 درهم. غادي نشوفوا هذه المباراه واش غادي نقدروا نحصلوا على التيكي وندخلوا نحضروا او لا. ممكن ما كتشوفوا حاليا باقي ساعه ونص على بدايه المقابله، كنلاحظوا تواجد كبير ديال عشاق ريال مدريد، يعني بقوه كبيره من جميع ومختلف المدن المغربيه وحتى من خارج المغرب، وايضا حتى جماهير الهلال اللي جات حجات المركب مولاي عبد الله. دونك غنحاول انا نعطيكم بزاف ديال الاحداث قبل بدايه المقابله بساعه ونص، من بعد غنحاول نشوفوا كيفاش نديروا نتفاهموا. من بعد الاجواء قبل بدايه المباراه المهم مازال تقريبا نصف ساعه على بدايه المقابله، حتى دابا باقي ما خديتش التيكي، يعني الاثمنه خياليه ما بين 500 حتى 1500 درهم على حسب لي كاتيجوري. دونك حاليا باقي ما عنديش التيكي، باقي كنقلب على شي طريقه باش انني نقدر ندخل ونحضر المقابله ديال النهائي ديال ريال مدريد والهلال. دونك يا رب يتيسر لينا ونقدروا نلقاو التيكي باش ندخلوا نحضروا هذه المقابله ونشارك معكم شي فيديو اللي يكون زوين بزاف. المهم ما بقاش بزاف، نحاول نزيد نقلب مازال اكثر ونتمنى نلقى. اخيرا وليس اخيرا قدرت ندخل، نقدر نقول لكم انني دخلت بالمجان، شي حاجه اللي واعره بزاف في الماتش لانه بدا صراحه تعطلت بزاف. ديما عارفين انني كاين حاضر تاع المؤسسات وخشبة الروطار، ولكن المقابلة هاد المرة حضروا لي من بين كل الطرق No!
المهم نديرو شي محاولة اننا نمشيو للجهة الاخرى الباب الاخر باش نشوفو الجهة ديال الاهلي لان كتكون نزهو معاهم شوية تما نوقف. المهم جقرنا واحد الايفون فهمتي باش نكملو لكم الفيديو بكاليتي زوينة. ها هو فينا هو دابا نكمل لكم فيديو بالايفون باش تشوفوا الفرق انه غير في كاليتي ديال الصور ماشي فوق راه حنا كاينين حاضرين ها نتوما كاسكار كي دي حاضر داكشي علاش فرحان دابا حيدنا دابا كنتفرج في الماتش ولا كنا في هذا الذي يحمله الى المنصه اسطوره الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا اليساندرو ديل بييرو.
المهم تال هنا وسهل الفيديو ديالنا، نتمنى الفيديو يعجبكم، شوفوا ان شاء الله شي مناسبة أخرى، شي حاجة أخرى. وكي قلت لكم كلمت عاوتاني فابورة مونامور، حضرنا الرياض سير الله مبروك عليهم، أنا راه مريالي ما فارسا ولا هلال، أنا راه خالقة وطالقة صلى. آخر حاجة نختم لكم بها هي طريقة الخروج. وي 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 ماتش داز زوين بزاف صراحة، كان أحسن نهار عندي عاوتاني، ما عرفتش متى غادي نصور لكم تاني شي فيديو جديد. تحياتي للزوانين، تهلاو ليا في راسكم.